إن شاء الله. من جهة النساء، العذراء مريم تمثل حياة الطهارة والنقاوة، تمثل حياة الاتضاع وحياة التسليم. الاتضاع في انها تقول هو ذا انا امة الرب، انا عبدة لربنا، ما قالتش انا ام. وحياة التسليم في عبارة ليكن لي كقولك. وتظهر ايضا في سيرتها حياة الخدمة، لما سمعت ان اليصابات حبلة في الشهر السادس ذهبت وقضت معها 3 أشهر إلى أن ولدت، في رحلة شاقة في جبال يهوذا، وكانت تخدمها على الرغم من كرامتها. وفيها أيضا حياة التسبيح، ومعروف التسبيحة بتاعتها اللي قالت تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، وقالت القدير صنع بي عجائب لأنه نظر إلى اتضاع أمته. وتقصد باتضاع أمته مذلة أمته أو صغر شأنها، مش اتضاع يعني فضيلة، ما بتكلمش عن اتضاع نفسها، اتضاع يعني حاجة بسيطة يعني. وتظهر أيضا في حياتها قوة المعجزة، ان بصوت سلامها في اذن اليصابات امتلأت اليصابات من الروح القدس. وتظهر في حياتها ايضا الصمت والتأمل، كما ورد في لوقا 2:51 وفي لوقا 2:19، كانت تحفظ جميع هذه الامور متفكرة بها في قلبها. أنا بذكر هذه الأشياء في قصة الميلاد، مش في حياة العذراء كلها، ما ظهر بس في قصة الميلاد. وكل الكلام اللي قلناه في لوقا 1 ولوقا 2، ما يزيدش عن كده. من الحاجات العجيبة أيضا في حياة مريم طاعة مريم للشريعة وللناموس. يعني نقرأ في لوقا 2:22 هذه العبارة العجيبة: ولما تمت أيام تطهيرها حسب الشريعة ذهبت تقدم ذبيحة إلى الهيكل. كيف يمكن إنها يطبق عليها حكاية تكمل أيام تطهيرها بينما هي حبلت من الروح القدس وليست محتاجة إطلاقا إلى تطهير؟ ربما دي درس للنساء اللي ساعات نقول لهم حرام في الأيام اللي كذا كذا كذا، يحتجوا ويتعبوا ويزعلوا ويتناقشوا ويجادلوا ويقولوا فيها إيه، ما ده شيء طبيعي. يعني أنا مش عايز أخش في الموضوع ده، لكن عايز كل ما المرأة تتعب من الناحية دي تفتكر عبارة اللي قيلت عن العذراء مريم: ولما تمت أيام تطهيرها. في هذا الاتضاع تذكرنا أيضا باتضاع ابنها ربنا يسوع المسيح حينما ذهب إلى معمودية التوبة وهو غير محتاج إلى توبة، وإنما قال لكي نكمل كل بر. دي كلمات مختصرة عن العذراء مريم. الشخصية الثانية من